أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في جمال الحوار. اليوم معنا موضوع مهم جدا 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 وهو الكريدت سكور وكيف تبني الكريدت سكور. هو عبارة عن الرقم أو المعدل الائتماني أو القوة الائتمانية باللغة العربية، وشيء مهم جدا أنك تكون وتحافظ عليه، خاصة إذا بدك تعيش في كندا وبدك تشتري شغلات وسيارة وبيت. عشان هيك اليوم استضفنا لكم في جمال الحوار أخونا وصديقنا وعزيزنا في بيتنا مع عائلتنا على اليوتيوب أحمد السقا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. طبعا هو مختص في القروض، في الكريدتس وباللونز، وبرضه هو أيضا مستشار بالبيوت والمنازل وشراء البيوت والمنازل. حط لكم كل المعلومات تبعته في الديسكريبشن إذا حابين تتواصلوا معه وتسألوا أي أسئلة وتستخدموا خبرته، أكيد لأنه له خبرة طويلة في باع في هذا السوق، وإن شاء الله رب العالمين يقدر يفيدنا اليوم. أهلا وسهلا فيك دكتور جمال، وتشرفنا بمعرفتك، وأنا سعيد جدا أن أعطي أي معلومات بتفيد مشاهدينك. يعني الله يخليك. والموضوع مهم جدا جدا جدا، خاصة للقادم الجديد. خلينا نبدأ من هون ونعرف له شو هي القوة الائتمانية. ليش بتعني له؟ ليش ما في عندنا في دولنا أو ما بنستخدمها هون موجودة؟ أولا القوة الائتمانية هي أهم إشي موجود في كندا، أو الشخص الكندا اللي بيعيش بالذات بيعتمد عليه اعتماد كلي. فمن أصغر الحاجات الواحد يأخذ كريدت كارد، بطاقة ائتمانية، أو يشتري سيارة أو منزل أو أي قرض، كلياته يعتمد على القوة الائتمانية تاعته، أو الكريدت سكور أو الكريدت هيستوري زي ما بيسموه في كندا. الشخص لما يجي على كندا بيجي بيسكلي كأنه نظيف، ما عندوش كريدت هيستوري، فبالتالي كتير بتغلب انه يحصل اي ميزات ممكن البنوك يعطوله اياها في كل اشي بما فيها شراء منزل او سيارة او كذا. وطبعا احنا هون بحاول ان شاء الله اساعد او اعطي شوية تيبس كيف الواحد يقدر يبدأ يبني الكريدت تاعه مظبوط صح ويحافظ عليه، لأنه كتير حيساعده مستقبله في كندا ويبني مستقبل جيد إن شاء الله. هذا سؤال مهم. يعني إذا أنا عندي مثلا كريدت كارد في دولتي، في من وين أنا جيت، من دولة عربية، هل هذا الكريدت كارد بينفعني هون إنه نفس الهيستوري بضل؟ للأسف لا. اللي بيصير السيستم اللي موجود في كندا انه مثلا كل في هون في شركتين اللي هم مسؤولين على الكريدت هيستوري تاع الشخص، شركتين خاصة مش حكومية، مش حكوميا، اسمها ايكوفاكس وترانز يونيون. طبعا هذه الشركات عندها اتفاقات مع البنوك وجهات الاقتراض والحاجات هاي، بيوقع معهم عقود انه احنا يعني اذا واحد اخذ منا كريدت نعطيكم الهيستوري تاعه وحطوه عندكم في السيستم، عشان اي شخص تاني يقدم على قرض يتاكد من السيستم هذا او سيستم مركزي انه هذا الشخص كويس يعني. فللاسف يعني ايش قلنا، بس البنوك الكنديه او الجهاز المقرضه هي الوحيدة اللي أو اللي عندها تتعامل مع البنوك هاي، هي اللي بتقدر تشيك الكريدت شيك تاعهم. أي كريدت كارز من خارج البلد على سبيل المثال مش they not connected و they don't report to the same agency. ما في تواصل، فما يعني في تواصل، مختلفة تماما، لأنه في بلادنا كل كريدت كارد مسؤولية البنك نفسه يعني، وفي عندهم
وسائل يضمنوا فيها حقوقهم والحاجات هاي. بكندا التاريخ القوانين مختلفة تماما، القوانين المالية مختلفة نوعا ما، يعني كيف بتحاسب الشخص إذا ما كانش ملتزم بسداد القرض أو وما ذلك. فعندهم طرق مختلفة يعني. طيب هذا السؤال اللي بيسأله أي قادم جديد، كيف أبدأ ماي هيستوري؟ شو أسوي عشان أعمل بيلدينج لهذا الكريديت هيستوري؟ هو بيبدأ من 0 إلى 10. هلا الكريدت هيستوري، هلا الشخص اول ما بيجي كندا كانه براند نيو جاي، ما فيش صفحه بيضة، فبده يبني، بده يبدا استابليش الكريدت تاعه ويبني عليه، بيلد كريدت هيستوري. فايش اول خطوه الشخص لازم يعملها؟ طبعا حيروح، طبعا عشانه شخص قادم جديد على البلد ما حيعطوه البنوك لانه ما عندوش هيستوري اصلا. بالعادة الهيستوري عشان واحد يبني بده 2 سنين، بس لازم يكون نقطة معينة انه يبدأ فيه الكريدت هيستوري تاعه. ففي طرق، يعني اسهل طريقة او الطريقة المثلى انه واحد يعملها انه ياخد سكيورد كريدت كارد. سكيور اللي هي بطاقة الائتمان اللي بياخذ البنك عليها زي مبلغ مثبت، يعني بس يعني هو يعني مثلا تعطي له $1000، من 300 ل $1000 للبنك، وهذا بمعناته انه كولاترال او انه يعني ضمان، أوكي. مبلغ ضماني مضمونة يعني. مضمونة. وبعطيك على الضمان اللي انت حطيته كريدت كارد، كارت ائتمان. وطبعا الكارت لازم تستعمله عشان يعمل ريبورتينج، فانت مثلا بتستعمل وبتدفع عادي زي كانه كريدت كارد، وفي انترست كمان بشجع عليه انترست اذا تاخرت في الدفع، اذا تاخرت في الدفع او يعني اذا كل شهر بتدفع بالوقت ما في انترست، بس الانترست اللي هو الفائده. الفائده. فاللي بيصير انه انت بتستعمل الكارت المضمون اللي ماخذين ضمان من مالك الشخصي، وكل شهر بعملوا ريبورتينج للكريدت بيرو او الكريدت ايجنسي. فبالحاله هذه انت عمالك استابليش كريدت او تبني شوي شوي الكريدت تاعك. وطبعا بعد 6 اشهر دائما، في بقول لك نفس البنك، بعد 6 اشهر او انت منتظم بالدفعات وما تاخرتش وكذا، مستعدين انهم يرجعوا لك الضمان اللي انت دفعته يعطوك كريدت عادي، ويخليك على كريدت كارد العادي. فطبعا بعد 6 اشهر لما يكون الكريدت تاع الواحد تحسن شوية هيستوري، ممكن يجرب يقدم على كريدت كارد عاديين. هذه وسيلة من الوسائل اللي ممكن تبدأ الواحد فيها كريدت، واسهل الوسائل. طبعا في طرق تانية، لو واحد عنده مبلغ من المال ممكن من ضمن الوسائل، بدل ما واحد يشتري سيارة جديدة أو سيارة مستعملة ويدفع كلها كاش، يحاول نفس السيارة يقسطها. سبحان الله. ويتأكد إنه الجهة اللي بقسط فيها السيارة هذه بتعمل ريبورت للكريدت بيرو. فبالحالة هذه إنه برضو بيبني الكريدت تاعه. يعني مختصر، اذا انت بتتداين اكثر انت بتكون مظبوط. كل ما انت بتتداين وبتستعمل الدين وبتدفع بالوقت، كل ما الكريدت تاعك بتحسن. يعني فهلوة بلادنا انه اكون انا كويس وهذا ما بتنفع، ما بتزبط. هلا بتدفع، انا كله بدفعه كاش، انا كله بسكر كل اشي. يعني بالاخر بتيجي بعد 5 سنين 6 سنين بدي اشتري بيت، معلش ما عند كاش كريدت هيستوري. فالبلد بتحب الواحد يكون يتداين منها ويكون ملتزم ويستفيد منه. يعني الكريدت كارد هلا لا، اللي سواها لازم يستخدمها ولا بس على انه يسويها بيلد هيستوري؟ لا لازم يستخدمها. أوكي. لازم يعمل ريبورتينج كل شهر، يستعمل حتى لو يسدد ب$10، استعمل $10 ويسددهم كل شهر. في نسبه، هلا في ناس بقول لك انا عندي كريدت كارد ب 10,000، في واحد عنده كريدت كارد ب 1000،
هل في نسبة لازم يستخدمها من الكريدت كارد هاي أفضل ولا بشكل عام المهم يستخدم؟ هو to build a history المفروض مش مهم إيش يستخدم فيها. طبعا إذا لو البنك أعطاك فلوس من البنك لو بعد 6 أشهر وأخذت الضمان تاعك والبنك قرر يعطي لك كريدت كارد، طبعا في حاجة اسمها كريدت سكور، في كذا فاكتور أو كذا سبب إنه يتغير السكور. طبعا لازم يكون الاستعمال للكريدت كارد 50% أو أقل. يعني إذا أنت أعطوك 10,000 دولار واستعملت كل 10,000 أو استعملت 90%، هذا حينزل السكور تاعك، وهذا بيعطي إنه إشارة للبنك إنه أنت شخص غير مرتاح ماديا وبتعتمد اعتماد تام على الكريدت اللي بعطوك. فيعني إنه إذا واحد عنده كريدت ومش محتاج، فيعني النصيحة يكون على بحدود 30%. ممتاز. ويسدهم بنفس on time. في بروجرام ثالث، يعني إذا واحد في بنوك، أغلب البنوك الكندية هلأ صاروا عاملين زي بطاقات ائتمان أو credit card for the newcomers لكندا، اللي هو ما بتطلب credit check، بعطوك يا مبالغ صغيرة يعني 500 دولار 600 على مسؤوليتهم، يعني بعطوك تشانس يعني. وفي منهم يعني إذا عندك أسهم، إذا عندك سندات بياخدوها بضمان، بعطوك credit card ضمانات السندات هاي. فدول 3 وسائل يعني الواحد ممكن يبدأ فيهم يعني. طب أنا الكريدت سكور هلأ من يمكن أنا ما انتبهتش لهذا السؤال، من كم لكم بكون؟ من هو كيف المعدل بكون؟ من 100 من هلأ في شركة، كل هلأ إيكوفاكس وترانز يونيون كل واحدة إلها السكورز الخاص فيها. بس على سبيل المثال الإيكوفاكس اللي هو the most popular أو أكثر واحدة مستعملة هلأ بالبنوك بيبدأ من 300 لـ 850. طبعا الأقل هو الأسوأ. الأكثر هو الأحسن يعني. يعني ما بتذكر إنه شفت واحد وصل 850 يعني، بس في منهم. الواحد بيحاول يكون إنه بأعلى كريدت. طب أنا كيف بدي أعرف قديش الكريدت سكور تبعي؟ يعني هل بروح بسأل في البنك أو في مكان معين أو أونلاين؟ هلا إذا بدك تعرف أنت الكريدت سكور تاعك، في وسيلتين تقريبا، أو هلا في 3 وسائل. الوسيلة الأولى إنه تطلب طلب بكتابة أو تعبي أبليكيشن وتبعت للشركة إيكوفاكس أو ترانز يونيون، وبكون ببلاش يعني، بس حتستنى عليه بحدود شهر لا يجيك الكريدت، وحتشوف السكور تاعك وين where you stand بالكريدت هيستوري تاعك. الطريقة الأسرع إنه تعمله على طريق الأونلاين، فحتدفع على كل كريدت بحدود 24 دولار 25 على حسب ايش المعلومات اللي بدك اياها. انا خبرتي الشخصيه يعني انا افضل انه الواحد بده يبني كريدت تاعه او يصلح في اشتراك شهري مع ايكوفاكس على سبيل المثال، مش عارف هلا قد يمكن 24 دولار ل 28. هذا بعطيك unlimited access، بتشوف where you stand هلا، ايش الكريدتس اللي عليك، السكورز في بعمل لك الفرادز، يعني إذا واحد انتحل شخصيتك بعطيك alert يعني. فهاي وسيلة تانية الواحد ممكن تعرف الكريدت سكور تاعك فيها. أغلب البنوك هلا اللي هو with the online applications أو مع السيلفون apps أو على الكمبيوتر بعطوك benefits إنك check your own credit score، بس مش بالديتيلز يعني. مش بالديتيلز بس بيشوفوك قديش. وهو مش the most recent، بكون الكريدت سكور تاع الشهر اللي قبله يعني. بس بدك برضو تنتبه انه
مع أي شركة هذا الكريدت سكور. مثلا في بنوك الكريدت سكور بلاش، الكريدت سكور مكتوب عليها ترانز يونيون، فالخمسمية تعطي ترانز يونيون مختلفة عن 500 تاع إيكوفاكس، فالواحد بيخاف وبرتعب و... طبعا أنا بدي أركز على هاي النقطة، إنه الواحد يقدر يشيك الكريدت هيستوري تبعه على الأقل كل 6-7 أشهر، لأنه صارت حالات وناس استغلوا الرقم الوطني للسوشيال انشورنس نمبر وعملوا كريدت كارد بأسماء باسم شخص يعني باسمك وانت مش عارف، وواحد بسحب وبشتغل وبشتري و... وصارت حالات يعني. وصارت حالات وللأسف الواحد يروح يشتري سيارة ولا يقدم على بنك ويقول انت اوريدي ماخذ وماخذ ومش مسدد، طب ما انا ما اخذتش. فحتى يا يفضل كل 6 اشهر على الواحد يشيك يعني، واذا واحد ما لوش مانع يشترك بالاونلاين سيستم تاع. طب هلا احنا يعني انا عندي معلومه ما بعرف بس برضو بيستفيدوا منها، انه بيحكوا انه كل ما تشيك على الكريدت هيستوري تبعك بنزل بضرب الكريدت هيستوري، هل هذا صحيح ولا لا؟ هل في شغله اسمها سوفت وفي شيء هارد تشيك؟ اوكي هلا اذا انت بتشيك هلا ما كيف انت بدك تشيك؟ هلا لو انت بتشيك عشان تشوف الكريدت سكور تاعك اونلاين على سبيل المثال، هذا اسمه سوفت تشيك. اوكي هذا ما بيأثر على شيء، بس انت ما بتقدر تعمل لحالك هارد يعني هارد تشيك. طبعا الهارد سوفت تشيك بينزل قديش تقريبا؟ ما بينزل شيء السوفت. اوكي السوفت هلا الهارد تشيك لان انت كل ما تقدم طلب للون والبنك بيعمل عليك تشيك او اي شيء بيصير هارد تشيك انك انت طالب لون او طالب قرض او طالب كريدت كارد جديد، فطلب القرض هذا اسمه هارد تشيك، فهذا بيأثر سلبي. السوفت تشيك لما بدك البنك يشيك عليك بس مش لغرض القرض. اوكي يشيك عليك انه عنوانك صحيح مثلا، يشيك عليك انه معلوماتك صحيحه up to date مثلا، انت تشيك على نفسك تشوف where you stand لوظيفة، واحد توظف في مكان معين مثلا لازم يعملوا عليه credit check، يستأجر بيت هذا كمان credit check soft. لأنك انت ما طلبتش قرض you did not apply، فهذا كله soft to check. البنوك دائما بيعملوا عليك soft check من غير ما تعرف ومش لازم ياخذوا authorization ولا او تصريح او تصريح. الهارد تشيك لازم فيه تصريح منك انه اعطيني كونسنت انه مسموح تعمل علي تشيك، فهذا الفرق بين. طيب هلا انا ما بدي ادخل في موضوع الكريدت كارد، وبتعرف موضوع الحلال والحرام والشغلات هاي، انا معي مصاري في البنك ومبسوط وانا بصرف من الديبت كارد او البطاقه البنك، هل هذا بيرفع السكور تبعي؟ هو لا طبعا، لانه الكريدت هما بدهم يشوف قديش انت ملتزم بسداد ديونك. فانت لو شخص ما بتستعمل الدين اصلا ولا هما عندهم هيستوري عليك ولا بيعرفوا كيف انت ملتزم، يعني حتضلك ريسكي لانك انت شخص مجهول بالنسبة لهم. حتى لو عندك مصاري في البنك وبتستعمل، بس هذا ما بيعطيهم انه هم كيف انت ملتزم بالسداد. فيعني حتى لو مسألة الحلال والحرام يعني مش حفتي فيها اني شيخ ولا لا، حتى لو بتستعمله وسده على الوقت ما بتدفع عليه انترست. هو هاي النقطة والآن أصبح يعني معظم الدول يعني تستخدمه، فحتى بدك تروح على فنادق ما بأخذوا الديبت، مضطر أنك تدفع، فهي شغلة صارت مجبرا. وفي حاجات كتير يعني حتى كريدت كاردز لو فكرت فيها فيها كتير خدمات، يعني استئجار لما تستأجر سيارة مثلا مش لازم تشتري انشورنس بغطيك. لما تشتري غرض معين تلفزيون على كريدت كارد انكسر وانت حامله بعوضك اياه،
إذا سرقوا مصاريك يعني بروتكشن. ففي خدمات معينة بقدمها الكريدت كارد حتى لو ما رضيتش تستعملها لدينا يعني. بس للأسف البلد هاي ضروري إنه الواحد يكون عنده هي إيه نصيحة جيدة إنك تدفع بالوقت يعني وما تدفع الانترست تاعها. إذا بتدفع في وقتها ما عندك مشكلة. طيب الدخل أنا الآن بشتغل أو أنا ما بشتغل أو أنا على الويلفير أو هل هذا بيأثر على الكريدت سكور تبعي؟ زي ما قلنا أولا إنه الكريدت هيستوري إنه بس يشيكوا التزام الشخص لسداد ديون. العوامل الثانية ما إلها علاقة بالدين لا من قريب ولا بعيد، فما حتأثر في دينه يعني قديش دخلك. الحاجات الثانية على الويلفير مش على الويلفير ملهاش علاقة، إيش بتشتغل قديش طبعا ملهاش علاقة بالكريدت هيستوري نهائيا يعني. بس بدكم يفهموها إنه الكريدت هيستوري أو الكريدت إنه كيف الواحد يتعامل بسداد الدين اللي هو أخذ، يعني هو الفاكتور كيف بتسدد انت. كيف بتسدد يعني، بس هما ملهمش دعوة بحاجة تانية يعني. يعني كل ما أخذ دين وأثبتت إنك بتسده بوقته ملتزم وكل الحاجات هذه كلياتها، ما في تأخير ما في تأخير و you're not under stress يعني ما تستعمل الدين يعني إنه حجم كبير حجم كتير يعني إنه اعتمادك مش اعتماد كلي على الدين مثلا يعني. في كتير فاكتورز بدخلوا بموضوع الكريدت سكورز يعني. طيب البيمنت يعني هلا يعني احنا حكينا اذا انت صار عندك انترست معناها انت متاخر صح، فمعناها انه المفروض هذا يسوق من الكريدت سكور. مش شرط. هلا مثلا البيمنت اذا انت في حاجه اسمها مينيمم بيمنت. اوكي. فهلا المينيمم بيمنت انه هو حسب الاجريمنت قديش المينيمم انت تدفع بالشهر عشان تكون ملتزم. نعم. في حاله الالتزام مع العقد اللي انت موقعه. فيعني انت لو انت دينت مبلغ وما دفعتوش بالكامل اخر الشهر ممكن تدفع بس المينيموم، وهذا بيكون كفايه. بس طبعا المينيموم لانه عندك لسه بالانس صار بالكريدت كارد بصير عليك انترست او فوائد، فبتصير الفوائد بتتكاثر شهر على شهر شهر على شهر. بس بالمقابل انه اذا انت بتدفع المينيموم بتاعهم اون تايم يعني you still being good. بس واحد لازم يكون في انتباه كمان انه كل ما بس بدفع المينيموم كل شهر بتراكم عليه الانترست شهر ورا شهر، وممكن يوصل الكريدت كارد تاعه للماكسيموم بالاخر او يقرب على مستوى الماكسيموم. هاي مشكلة. وساعتها ممكن يأثر على الكريدت سكور. طيب هلا في سؤال يعني انا ايش بستفيد من الكريدت سكور؟ خلينا نحكي حالات انا بدي اروح استاجر بيت، هل بحتاج للكريدت سكور ولا لا؟ طبعا هلا الكريدت سكور طبعا هلا هذه مشكله كمان كتير من اللي بيجوا كتير على كندا ما بيعرفوش يتاجروا بيوت لانه ما عندهمش كريدت هيستوري. او طبعا الكريدت سكور ليش بتطلع على اللاندلوردز او اصحاب البيوت؟ عشان يشوف التزامك في الدفع. صح. لانه لو كنت مستاجر مكان تاني وما دفعت الشهرين او ثلاثة اشهر وطلعت حيعمل ريبورت للكريدت وحيعرفوا قديش اذا عندك هيستوري. انك بالمقابل لو الكريدت سكور تاعك سيء يعني انك ما بتدفع الديون اللي عليك اون تايم او الكريدت اون تايم او انك يسترست بالدفعات الشهرية تاعتك، ففي بيك تشانس انك ما حتدفع الاجار. فهو زي الريسك طبعا بصير. ودائما معروف انه الاجار لازم ما يتعدى 30% من دخل الشخص نفسه. فموضوع الاجار مختلف تماما. الكريدت هو مش اشي فاكتور اساسي انه اللاندلورد يرفضك ولا لا، وبالقانون هو مش اشي اساسي حتى كمان، بس هو بس بيعطيك الاوفر اول
قدرته عن المالية. قدرته المالية، عن وضعه كيف. طب انا سمعت انه اذا بدي امن على السيارة او على منزلي والكريدت هيستوري تبعي مش كويس، ممكن يكون برضو التأمين اعلى، هل صحيحة هاي ولا لا؟ هلا بال يعني هو مش صحيح، ملوش دع علاقة التأمين السيارة بالكريدت هيستوري، بس في شركات تأمين خاص يعني خاصة أو تعتمد على السيستم هذا عشان يعرفوا التزام الشخص again overall، يعني إنه هل حيدفع on time ولا لا. إيش يعني بال خلينا خلي أعملها simplified أو إشي، how risky أو قديش في خطورة من الشخص اللي قدامه. فكل ما زاد الخطورة، نسبة الخطورة، كل ما زاد السعر يعني أو زادت التكلفة يعني. أنا كتير بتعامل مع شركات إنشورس عمرهم ما عملوا كريدت شيك، بس ممكن يعملوا على حسب كل شركة مختلفة عن الثانية. طيب شراء منزل أو شراء سيارة أكيد بحتاج كريدت، كله هدول طبعا أكتر حاجة محتاجة فيها كريدت اللي هو المنزل. والمنزل من أكتر الحاجات اللي فيها تعقيد بأمور الكريدت شاك، وشراء المنزل تاخذوا حاجات كتير من المنزل، الوظيفة، الاستقرار، السالري تاعت الواحد. إذا بدنا نروح على الكريدت سكور لحاله، it's not the only factor بس it's the most important factor كمان. طب واحد بده يشتري بيت والكريدت هيستوري تبعه سيء او ما عنده، للأسف إذا واحد بده يشتري بيت وما عنده، يا إما حيرتفض يا إما حيضطر يدفع مبلغ عالي جدا فوائد، ومش حك يعني حيكون مش not to his favor يعني. طبعا في حلول يعني لكل سيناريو، في حلول، بس زي ما بتقول كل ما الكريدت سكور قال كل ما المخاطر زادت كل ما السعر ارتفع يعني. فممكن يرفعوا الفوائد عليك طبعا يعني اذا هلا خليني أعطيك على سبيل المثال، إذا واحد عنده credit score ب 750 بياخد له the best interest rate على سبيل المثال، خلينا نقول as an example 2.6%. واحد عنده credit score 680 still good بس مش بقوة الكريدت هذاك، بتلاقيه أعطوا له interest 2.99. حتى إذا جيد بيختلف، حتى لو جيد مختلف، والكاتيجوريز تاعون البنوك في شروط معينة، مثلا ممكن يعطوك مبلغ أكتر إذا كان الكريدت سكور تاعك أكتر. فا it's all about trustworthiness و creditworthiness of the الشخص اللي قدام. فا it's الكريدت سكور شيء مهم جدا في كندا في كل المواضيع. بالنسبة للسيارة شوية أهون بحدود بمسألة الكريدت، لأنه السيارة مضمونة بالسيارة نفسها يعني إذا مع واحد ما دفعش حياخده منه السيارة أو يبيعوها، وكمبلغ إنه مش زي مبلغ البيت، بس طبعا إنه تاخد ريت أحسن للفاينانس لازم يكون عندك كريدت أحسن. إذا سألك كريدت تاعك، مسألة السيارات بالذات بعطوك سيارة بس بسلخوك بالفائدة وبالحاجات. طيب إذا لا سمح الله صار عندي معلومات سلبية أو أشياء سلبية، مثلا تأخر في الدفع أو هاي، كم سنة بتبقى في الكريدت هيستوري؟ شوف أسوأ حاجة في الكريدت إنه الواحد يتأخر. يعني التأخير في الدفع من الحاجات الصعب تتصلح، وللأسف أي حاجة سيئة بتكون بالكريدت بتاع على القليلة 7 سنين لتطلع من الكريدت هيستوري.
طبعا ممكن المشكلة يعني حتى لو الكريدت سكور تاع الواحد لو تأخر مرة أو مرتين، الكريدت سكور ممكن يرتفع ويرجع لوضعه الطبيعي، بس كهيستوري إنه مثلا الواحد يقدم على بيت مثلا مورجج لهاوس أو سيارة، لو في ديليكوينت واحد حتى لو الكريدت تاعك كويس ممكن يعمل مشكلة. واو فلازم واحد يجيب good explanation، قصة ليش هذا ليش صارت؟ اللي صارت. وما بتفرق لو واحد اتأخر على 10,000 ولا على $10، كله حيتسجل عليه انه كان شهر متأخر. طيب في سؤال يمكن انا بساله وخاص كثير راح يسالوه، كم كريدت كارد اكون معي؟ هل يكون معي ماستر مثلا وفيزا واشكلهم، ولا يكون معي اكثر احسن كل ما علي المبلغ احسن، ولا كل ما نزل المبلغ؟ يعني هذول سؤالين يمكن. اوكي، هو شوية تريكي. هلا عشان يكون عندك، يعني ممكن يكون عندك good credit في one type one line of credit بيسموه، بس في لما تقدم على لون مثلا لبيت اللي هو مسألة معقدة بتطلع على آخر سنتين من الكريدت هيستوري تاعك، وقديش عندك varieties of credit أو products. فكل ما كتر البرودكتس كل ما كان السكور تاعك احسن. أو فطبعا لازم يعني يكون عندك واحد ماستر كارد، واحد فيزا، ويكون عندك لاين كريدت من البنك نفسه اللي هو حتى يعني لو مش دعم مستخدمه. حتى لو مش مستخدمه. اللاين اوف كريدت هو عبارة عن زي كريدت كارد، بس تقدر تستخدمها بأي وقت، بتكون تختلف شوية تقريبا بالانترست تبعها دايركت الانترست بتفرق. يا بكون محطوط بالحساب يعني، ويكون عندك مثلا لون سيارة أو لون عفش مثلا يعني. فهدول البرودكتس إذا تنوعت تنوع البرودكتس تاعون اللون بقوي الكريدت تاعك، بس مش شرط إنه الواحد مثلا ما يكونش عندك 3 فيزا مثلا لأنه مش حتفرق معهم، اوكي او عندك 5 كريدت كارد افضل. ماستر كاردز، فيكونوا متنوعين، واحدة فيزا واحدة ماستر واحدة. طب المبلغ، هل يكون عندي 10,000 ولا 30,000 افضل؟ لا، ما المبلغ ما حيفرق بالدين، اللي حيفرق قديش انت الجزء اللي استخدمته من المبلغ هذا. النسبة. النسبة، اوكي فلو عندك $1,000 في كريدت يعني مش المفروض ما تستخدمش أكثر من $300 لـ $500. لو عندك $10,000 كريدت معك لـ5,000 تستعمله أنت بالسيف سايد. سيف سايد. هلا التريك، في ناس بيقولوا كتير طب كيف أنا ممكن أنزل النسبة تاعت الاستخدام؟ ففي حاجة من التنتين، يا إما تدفع you keep paying off لحد ما تنزل النسبة، يا اما انك ترفع الكريدت تاعك، اوكي تتصل في البنك اعطيني كمان $5,000 بس بشرط ما تستعملهم. مش وعادة بعطوك هذا المبلغ إذا كان الكريدت هيستوري تبعك كويس. على حسب، عاد في الكريدت هيستوري تاعك كويس. في حاجة اسمها internal credit history. ال internal let's say انك انت بتتعامل مع بنك معين وانت بتدفع مع البنك اون تايم مثلا، فالبنك بيعتبر وانت عميل مهم عندهم في البنك، فهذا اسمه internal credit history. يعني انك ما تأخرت عليهم وانك تستعمل البرودكت تاعهم والحاجات هاي. فهذا هو. فطبعا لو income تاعك عالي او انه within their criteria بتتصل فيهم بدي ازود الكريدت هيستوري تاعه، بيعملوا انترنال تشيك، بيعملوا سوفت تشيك مش هارد تشيك، لانه اوريدي انت معاهم فاتح اكاونت، واذا كل اشي تمام بيرفعوا لك الكريدت تاعه. بس طبعا انا ضد انه الواحد يزود الكريدت تاعه من غير سبب،
ومع انه الواحد يدفع اللي عليه اول باول وما يخليش عليه، لانه أكيد الطبيعة انه الواحد حيضل ياخذ مور اند مور اند مور، وحتلاقي من غير انه تكون عليه بالاخر يعني. صحيح. طب في سؤال، انا يعني انا بدي اخذ مثلا قرض عقاري، بدي اروح اشتري بيت وبدي اخذ قرض عقاري، وبدي اشوف مين احسن بنك بعطيني قرض. المعلومة اللي شائعة الان او المثل اللي بيحكوه انه اذا انا رحت بنفس الشهر على 3 بروكرز وعملوا لي هارد تشيك ما حيأثر غير مرة واحدة، هل هذا فعلا ولا كل واحد بضرب التشيك تبعه؟ اوكي هلا انا بحكي لك ايش اللي بيصير بالحالة هاي. طبعا انت الواحد لو انت بتروح على بنوك 3 4 بنوك ويور شوبينج اراوند، ايش ممكن تعطوني وايش الريت صح اللي تعطوني اياه، هما بالاغلب ما بيعملوا عليك كريدت تشيك اصلا. الكريدت تشيك لما تبدا بطلب رسمي، اوكي خلص انا بدي اجي معكم انا مبسوط وابدوا اعملوا باجراءاتي، هذا وين ما انت بتبدا الاجراءات الرسميه وبيبدا يعملوا عليك الكريدت تشيك. فبعد ما يعملوا عليك كريدت تشيك ممكن امور كتير تختلف، ممكن يقولوا لك سوري احنا اعطيناك انترست ومعلومات على اساس انت شخص مثالي جدا على سبيل المثال، بس اكتشفنا انه مش في عندك شغلات في عندك مشاكل. شغلات حاجات يعني مختلفة. فلتس سي انك طبعا صعب يعني، هلا ممكن انت رحت على اول بنك وطلبت طلب رسمي وعملوا عليك هارد تشيك وطلع اشي مش مزبوط وما عجب ما عجبك، هتروح على بنك ثاني وتعمل نفس الاشي وطلب رسمي وبدي اقدم على مورجيج وكذا ما عجبك وضلك ثالث. في الحالة هاي كل هارد تشيك لا بنحسب وبنزل من الكريدت تاعك، لأنه أغلب الأوفيسرز تاعون البنوك they don't report the credit to the right section إنه this is for a mortgage. اوكي they, we just did a check وما عجبوش وطلع من ال من ال هاي. اللي بيصير إنه لأنه عملت هارد تشيك كذا مرة، هي هذا التريك انك 3 4 مرات حيبين انه بعد شهر انه انعمل عليك كريدت شيك، وحيبين انه طلع عليك كريدت شيك حينزل من السكور تاعك. بس الاشي الحلو بعد الكريدت بعد 3 سنين هو بنمسح من السيستم الانكويريز هذول، فبتلاقيهم بنمسحوا مرة واحدة طلعوا. عشان هيك لما تروح الواحد يقدم بده رهن عقاري من بنك يكون متأكد من نفسه انه حياخد القرض هذا ولا مش حياخده. طب اذا انا اخذت الكريدت تشيك تبعي انا طبعته، هلا عشان هيك انت تأكد من تاعك قبل ما تروح لعنده وفرجي له يا لشت ماي كريدت ايش رأيك وات دو يو ثينك. اوكي فالافضل انك يكون عندك انت. الحل الثاني والمفضل انك تستعمل مورجج بروكر. المورجج بروكر اللي هو نفس الشخص هذا بيشتغل لخمسين بنك، نفس البنوك اللي رحت شيكت عليهم 1 و2 و3 و4 و5. هو بس بيعمل تشيك واحد وكل بنوك بياخده على الكريدت سكور تاعه. زي حضرتك شو بتسوي انت؟ زي ما بعمل. فاي دو ذس، بعمل تشيك one time و I match شوف ايش البنك اللي accommodate الشخص هذا الافضل الافضل. طبعا لما اعطي للبنك الاول والثاني والثالث بعطيهم انا الكريدت شيك اللي انا عملته وبس، ما بيعملوا كريدت شيك مره ثانيه. هو واحد اللي هو البروكر اللي بيعمل. فبالحاله هذه انه انت وفرت على حالك هيتس، وفرت على حالك ريجكشن، لانه مش بس تعمل انه بأثر على الكريدت تشيك تاعك، بصير عندك الانترنال تشيك هذا الشخص ارتفض من عنده قبل هيك.
بصير عندهم ستار على الجنب، يعني انه لما تقدم على لون مرة ثانية بصير في question mark وهيك اشي. يا فالواحد يعني فالافضل يعني انه يروح على 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 بروكرز، مورجج بروكر، عشان هو اللي يجيب له افضل. هلا كل المورجج بروكر بتعاملوا مع 50 ولا هو على حسب الاجريمنت؟ يعني كل ما كبر المورجج بروكر او البروكج كل ما كان عندهم اتفاقيات اكثر مع بنوك يعني. مع بنوك. بس اغلب البروكج بتعاملوا مع اغلب البنوك الكبرى، يعني الخمسه زائد بنوك بس بتتعامل مع بروكجز اللي هي لندرز، اللي هي ما عندهمش offices للعيان يعني، واللي private lenders عاد، واللي عنده مشاكل بالcredit history تاعه، أو أنا في A lenders، في B lenders، في private lenders، في alternatives. طب أنا الcredit score تبعي كان كويس وكل إشي تمام، بس رفضني البنك، هل بتصير هاي؟ هلا كرهن عقاري مثلا؟ لا اخذنا اخذ طبعا طبعا حيرفض، يعني انه الكريدت سكور انه مش العامل الوحيد او the only factor انه البنك يوافق عليك ولا لا، يعني واحد من العوامل اللي هو الكريدت سكور، بس من اهم العوامل. هلا بدك كريدت، الكريدت هيستوري، الكريدت سكور تاعك، الكريدت هيستوري، كم لاين كريدتس عندك او برودكتس عندك اياهم for the 2 years minimum history. ما فيش delinquencies، يعني انه دائما بتدفع on time، فكل الحاجات هذه العمل، انه يكون عندي عمل، العمل salary good salary، انه عمل منتظم ثابت منتظم. في حاجة تانية كمان بالبنوك، إنه نسبة الدين، نسبة الدين مقارنة بالدخل. فعندهم مثلا بسموها GDS والTDS. GDS دخلك، الدين مقابل الدخل، والدين مقابل اللي هو هذا الستريس المصروف. اللي حكوا عنه الستريس تيست. الستريس تيست إشي مختلف. أوكي. ليش تدخل فيه بس مختلف. طيب في سؤال انا سالتك اياه قبل ما نحكي وجبت لي هاي الورقه، اللي هو كيف ممكن نحسب الكريدت سكور تبعنا، هاو كريدت سكور از كالكوليتد. في جدول انا شايفه قدامي 35 اذا تحب تشرح لنا اياه يعني بكون كويس. طبعا هو يعني هو الكريدت سكور في مثلا history of payment، يعني الهيستوري اوف بيمنت اذا الواحد بيدفع بالوقت ولا لا. هذه 35% من اجمالي السكور تاع الواحد معتمد على النقطه هاي، اهم واحده. يعني لو واحد ما بيدفع اون تايم او في ديليكوانت، هاي 35% من السكور تاعه خسر مره واحده. في الكريدت لينك طبعا الواحد، هذه 15% من مجموع الكريدت. فطبعا الواحد اول ما يبدا حيكون، لانه اول سنه تاعته مش حيكون كتير، كل ما طول الكريدت كارد تاعك كل ما كان البوينتس اكثر. فكان نصيحه انه الكريدت لينك، اول كريدت كارد بتعملوه في كندا you keep it forever. ما تغيرش اول كريدت كارد بتعمله، ان شاء الله لو مش عاجبينك، ان شاء الله لو خلص، لانه this is your history، لانه الهيستوري على اقدم كريدت كارد عندك هي. او this is the first day you start establishing. طبعا السياره حيخلص اللون تاعها soon، في حاجة العفش حيخلص اللون، بس الكريدت كارد بضله معك شغال. الدبت مثلا انه زي ما قلنا لازم ما يعديش المبلغ اللي مستعمل من الكريدت اكتر من 50%، وهذه مهمة، هذه 30% من السكور.
فدائما لو بتلاحظوا بالكريدت هيستوري شهر من الأشهر قرب زي ما يو ماكست اوت، هتلاقي الكريدت نزل 30%. لو الكريدت هذا دفعته كله سديته الشهر اللي وراه، هتلاقي الكريدت تاعك ارتفع 30%. فذيس از ا فيري جود ستراتيجيز. النيو انكويريز اللي كان دكتور جمال تحدث عنه، انه هو الهارد هيتس هذول، هما دي كونتريبيوت تو ذا سكور بس 10%، يعني they're not very major، بس ممكن الواحد ممكن يكونوا major لو الواحد on the line يعني. اوكي، بين النص والوسط يعني. الدايفرسيتي اللي هي 10% اللي حكينا عنها، اللي هو الواحد لازم ينوع بالكريدت برودكتس اللي عنده، اياها كريدت كاردز، كار لون، فرنتشر، الحاجات هذه كلها. في حاجة I need to mention إنه mortgage payments ما بنحسبش بالكريدت سكور. Really? Okay. هذا إشي منفصل تماما. فإذا أنا بدفع المورجج كل شهر، هذا ما بيعتبر لا product ولا part of the diversity. Okay. Yeah. بس وجود مورجج عندك هل بيرفع السكور؟ ما بيرفع السكور ولا بينزله. المورجج هو الحاجة الإكسبشن الوحيدة في كل الأمور هذه. والله كتير استفدنا يعني اليوم. شغلات كتير أنا صراحة يعني في أغلاط غلطتها في البداية، منها إني ألغيت أول كريدت كارد، لأنها كانت صراحة أخذتها ستودنت كريدت كارد، كانت $300 وفعلا فتحت لي كريدت كارد تانية، بس قلت خلص شو بدي فيها ولغيتها. وبالجامعات كتير عن مثلا في الكوليجز والجامعات اي ستودنت ممكن يطلع له من غير ولا حاجه كريدت كارد ب $300 400 بيعطوه له تشانس انه يبدل لانه كثير الناس يونج تينيجرز او اولاد في الجامعه كيف حيبدوا، فبعطوهم طريقه تحفيزيه يعني. انه يعني انت كمان تنصح الاولاد اللي 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 صاروا على عمر 17 18 انه يبدا يسوي له كريدت كارد ولو صغيره عشان يقدر يبدا؟ طبعا حتى لو لازم يكونوا مسؤولين عنه. اكيد اكيد، هو الكريدت كارد يعني اذا حدا حيعطيهم في الجامعات والكذا بحدود $300-$400 بس، انه كتير حيساعدهم انه لما الواحد يتخرج يشتري سياره، يبدا يشتري بيوت، يعمل يسوي. It's very good to start the credit من الواحد من صغره عشان يرتاح لما يكبر ويبدأ يشتغل ويبدأ حياته. أكيد. يعني مش بس القادم الجديد والكبير بالسن، لا حتى الشباب لازم ينتبهوا على هاي النقطة. طبعا طبعا، وفي كتير products يعني بالبنوك نفسها تعطي credit cards للstudents، يعني students accounts ببلاش، credit cards بعض بيفتحوا لهم. فأهم إشي يعني حتى لو الأهل في البيت، للأسف عندنا بالكالتشر العربي ما عندناش اسمه financial awareness، يعني ممكن نعلم أولادنا حاجات كتير بس ما منعلمهم الفاينانس، كيف يصرفوا فلوسهم، كيف يستعملوا الكريدت كارد. في ستودنت فاكرين ستودنت لونز عباره عن راتب شهري بيصرفوه، بعرفوش انه هذا لازم يرجع اخر. مزبوط صحيح. وطبعا ستودنت لونز هذا موضوع تاني، بس من ضمن الحاجات اللي بتاثر على الكريدت سكور كمان. يعني في شغلات كثيره طبعا، واحنا سعدنا كثير بلقائك. ما بعرف اذا في عندك اي كلمه قبل ما ننهي اللقاء. والله انا بشكر الدكتور جمال الله على الفرصة هاي اللي أعطاني إياها، وأنا سعيد جدا إني كنت معكم، وأنا صراحة سعيد جدا إني أساعد أي واحد عنده أي سؤال على الكريدت تاعه أو بده مساعدة أو أي إشي، خصوصا اللي جاي جديد لكندا أو اللي مش عارف كيف يبدأ
يحط رجله في الطريق الصحيح يعني، وإن شاء الله تكون يعني بداية موفقة إن شاء إن الله. شاء الله. طبعا زي ما سمعتم من أخونا أحمد، هو برحب فيكم جميعا إنكم تستشيروه، وأكيد راح يساعدكم. و باي ذا واي، المورجج بروكر ما باخذ منك زي ما بعرف أي أتعاب، لأنه أتعابه باخذها دايركت من البنك. فالمورجج بروكر فري، فبتقدروا تروحوا وتستشيروا، بساعدكم كتير في هذا الموضوع. باسمكم جميعا بشكره شكر جزير، أعطانا أكثر من ما نستحق من وقته، لأنه وقته ثمين جدا. لكن إن شاء الله يكون في ميزان حسناته. شكرا كثير، شكرا كثير ألف ألف عافية. الله يعطيكم العافية.